السيد، قال لها هو لا افتراش، راني خديت تعديات. قالت له شحال خديتي؟ قال لها خديت القد والقد تيتفاهمنا عليه. قالت له لا اخويا، وانا كتشوفني خارجه من الكلينيك ولدي في الخطر وما دارش السبوع. قال لها شي علاش تفاهمنا؟ قلنا له الله يرحم الوالدين، الله يكثر خيرك، الله يفتح عليك. شديتو ديك البركه، شدينا ديك البركه وركبنا جينا بحال جينا درنا السبوع. كانوا وقعوا لي مشاكل في السبوع، مرض دوزنا ذاك السبوع بشي شهرين، وقع لي المشكل فاش مشيت للسجن. ما بقاليش الوقت فاش غنفك القضيه ديال القضيه ديال اطفونس علاش مشى هاد الفلوس. ومي قلت له كي درتي خويا هزيتها، قال لي هزيتها بالكابليشن بهاد الطريقه. ماكنديش كيفاش تقرا عسلنا، ولا كنزيد عليه بغيت الله يحاسبني على هاد الكلام اللي كنقول. قال لي راني استنى الصباح وانا تنجمع كل بنكة كنمشي نهز منها مبلغ. كل بنكة؟ اه. كيفاش كل بنكة؟ ما فهمتش. قال لي كل بنكة كنمشي نهز منها مبلغ باش جمعت هاد المليون و180، حيت ما يمكنش البنكة غتخشي كارت كيشي وتسحب لك جوج المليون قل 20. هي اصلا بعدا اصلا لا كارت الا كانت عنده كاينه كارت، كان لي كارت اللي كاينه كتخرج 2000 درهم، اللي كانت عنده واحد لي كارت كيخرج 2000 درهم. هذا هو الكلام اللي قال لي، وانتم غتفسروا راسكم المتتبعين وانتم حلوا كيف ما بغيتوا. قال لي انا راني نص الصباح وانا تنجري من البنكه للبنكه باش خرجت باش جمعت هاد الفلوس. واخا هنايا السؤال المطروح، واش ديك لاكارت بونكير واش ديالك ولا ديالو؟ حنا ما عمرنا درناها، انا عندي حساب وراجل عنده حساب. اقسم بالله ما عمري درت كارت بونكير، ما كنعرفش انا باش نخشي الكارطه وندير وندوز شحال باغي 200 درهم ولا 3000 درهم ولا هذا، ما تنعرفش. ملي كنبغي الفلوس كنمشي عند السيد ديالي اللي حط عنده فلوس البنكه، كنعطيه لاكارت. اخويا بغيت 1000 درهم ولا 2000 درهم، كنشد هو كيجبد ويعطيني التوصيل ديالي، كنسني عليه بان سحبت 2000 درهم ولا 1000 درهم. ما كنحشيش انا الكارت في كركيشي ونقيد داك الارقام ونسحب الفلوس. انا ملي غنجبد داك الكارت كركيشي غيسحب لي الفلوس ديالي غتبقى في حاجه. ايوا ما نكذبش عليك اخويا، هذا هو المعقول. انا ما قاريش حتى لهادشي، انا راني كنزيزون قبل كنت كندا. كثر الكلام كنضحك. ايوا نكذب عليك اخويا، انا كارت كركيشي ما عمري درتها، لا انا ولا مراتي. واخا ملهم غادي يجيو لهاد القضيه ديالو. شفنا حنايا كنخرج هو في واحد المباشر مع سميتو مع السير ديالو اللي هو الطبيب، وكنلقى بان هذا سير المهنه. كيفاش جاتكم نتوما فاش كنتو كتسمعوا داك القضيه سير المهنه؟ كي جاتكم نتوما ديك القضيه سير المهنه؟ ان شاء الله هو عارف لما غيقول هذا سير المهنه، ما حتى ما فهمتوش. قول لي انا في الاول ملي درست المهنه كي درت خرجتها، ما تقوليش لصقات تغمق عليا. لا غير مشيت كنلقطها من البنكات، لا البنكات كيشدوا الفلوس. واخا هنايا غادي نجيو لهنايا ملهم، كاين المتابعين تيقول لك كي علاش نتوما كنتو ساكتين وعاد دابا لهاد الوقيته هادي تخرجوا نتوما هضرتوا؟ شنو هو السبب اللي خلاكم عاد تخرجوا نتوما؟ حيت اخويا العزيز حنايا، وتحياتي للمغاربه اللي ضامنوا معانا، حيت حنا مظلومين وكنوليو ظالمين. فاش لقينا المشكل ديال كي سميتو، جات عندنا البنت وراتنا بكات رجاء، مسكينه سخفات، بقات هضرت مع خوتها، هضرت مع امها، غوتات ما خلات ما قالت. اللي شفنا حنا فواحد المباشر كانت خارجه كتبكي ديك واحد الليله. جات كنت انايا فين مشيت؟ اما هبطت عند مريم، لا مي كانت عندي البنت وصلتها لدارها. مي كانت عندي البنت بقات مسكينه معايا حتى شي 11 ليل هنا. بنت ناجيه، بنت ناجيه. وخرجنا من هنا وباها راه واقف بالدوره في ناتي، وصلت حدا الدار هذه طلعت وباها قبالتها. جيت بقيت راجع دارت في الدار ديالها، حطت التليفون قدامها، قالت لي ملهم جلس. قلت لها علاش؟ قالت لي غندير فيديو. قلت لها رجاء، وهي في نيات تقول شهادة الحق. قلت لها رجاء ما غنديروش فيديو، حنا كنخليو حقنا الله والله كياخذ الحق. حنا كنبغينا نهضرو، كنهضرنا على الفلوس الاولى اللي مشات اي ما هضرناش حتى هذه ما غنهضروش عليها، وحنا مظلومين وغنخرجوا لهذا اليوتيوب. حنا عندنا واحد الصومعه، راه كيقولوها الناس يقول لك حنا نتوما واحد المحتوى اللي هو حنا واحد السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ بغيت عنجي ما بغيت بغينا نتفاهموا شي حاجه، بغينا نتفاهموا شي حاجه. ما بغاتش، ما عرفنا، ما عرفناش واش هما الاغبياء، واش هذا راجا ومنعش واش هما الاغبياء، واش هاد مصطفى واش غبي، واش هما بثلاثه دايرين اتفاق مع بعضياتهم يضحكوا على الجاليه؟ الله اعلم. لانني كنت كنتفرج في الصباح قبل ما نخرج،
كان دير شي مع شي صحافي، ما عرفت واش هذاك، ما عرفتش واش صحافي ولا ماشي صحافي، كان دير معاه واحد الفيديو يمكن لايف ولا ما عرفت فيديو كان ديرو معاه، تفرج فيه واحد شويه توصلت واحد اللقطه وانا نسجلها، راه درته هو الاول، ف درته هو الاول. دابا نتايا، دابا انت منعم منعش ولا منعم، منين عطيتي كل شيء، منين جا جاب لك الفلوس وسولتي قال لك هذه سر المهنه، قال لك انا كنعيا كنمشي من البنكه للبنكه كنمشي للكيشي كنخرج الفلوس، واش هو نصاب محترف ديال البنوك ولا هو دير كارت بونكير كارطة ديال البنكة ديرها في سميتك ولا في سمية مرتك الله أعلم. دابا نتايا قلتي مشيتي حليتي حساب انت ومرتك، مرتك حال الحساب وانت حال الحساب، كيفاش انت حال حساب ما عطينك لا كتاب، ملي كتحل تشاكين كتحل تشاكين كيعطيك الكارطة، كيعطيك الكارطة والتشيكات تشاك، الا حليتي السيفين كيعطيك الكتاب، كيعطيك الكتاب. انا ما فهمتش واش نتوما اغبياء ولا كتصحابوا الجالية اغبياء، ما عندهاش ما حلاش حساب في المغرب، ما عندهاش حساب في المغرب في البنكة، لان مستحيل انت كتمشي للبنكة كتعطيهم لاكارت ناسيونال ديالك كيخرجوا لك الفلوس، ما فهمناش ما نعرف ما عرفت. اما ملي كتمشي للبنكة وعندك الكارطة كاينه واحد الماشين حاطينه كيقول لك خشي الكارطة ديالتك ديال البنكة كدير بين نمبر اربعة الارقام، اربعة الارقام كاينه في العالم كامل اربعة الارقام، ملي كتخشيها كتقول لك كدير لك طن كتخرجها كتقول لك هي كتطلع في الكمبيوتر هذيك اللي جالسه في البنكه، حنا كنهضر معاكم اللهجه ديال العربيه، اللهجه العربيه كنهضرها معاكم فيها. دابا جالسه هي في الكرسي كدير داك داك البيسي اللي قدام هذاك الكمبيوتر اللي قدامها كتطلع كتقول لها شحال عدي شحال بغيت شحال بغيت قدا وقدا كتخرج لك الفلوس من عندها، الا ما بغيتيش تمشي للكار لا بغيتيش تمشي للماشين كتمشي عندهم للداخل وكتعطيها الكارطه كتخرج لك. اوكي هادي زو هادي من هنا، انا بادي معك بوحده بوحده امنعم للناس ما فسروش، ما بغيتوش تفسروا للناس اشنو السر ديال السرقه اللي تسرقته، كتخرج لك لديك البركه اللي طلبتي من عندها، كتقول لك بغيتي شي حاجه اخرى كتخرج لك الورقه ديالتك شحال باقي عندك في حسابك وشحال خرجتي، هادي بالكارطه. كان عندك الكتاب كتعطيه ليها، كتدخل عاوتاني للبنكه كتعطيها داك الكتاب، كتكتب داك الرقم اللي كاين في داك الكتاب كتقول لها بغيت قدا وقدا، كتعدك قدا وقدا كتكتب في داك الكتاب شحال باقي عندك وشحال خرجتي. دابا انت ما عندك والو من هادو، ما عندك لا كتاب ولا شيكات ولا كارطه، وطالعين لينا فيها كلكم كتطلعوا فيها، حنا ما قاريش حنا اميين، كلكم كتطلعوا بديك الكلمه حنا ما قاريينش وحنا اميين.
منين انت ما قاريش وامي لاش طالع للسوشيال ميديا؟ هذا ملي كيقول لكم الكلمه اللي كيقول ليها سر المهنه، يعني ما عندكم ما تصوروا منه. اولا حاجه اخرى كاينه غيكون شي حد حل فيك اكاونت في السميه ديال اليوتيوب ودار راسو هو اليوتيوب وصيفط لك ميساج في الايميل ديالك. هو لازم غادي يكون عندك ايميل اراجا امونيم، غادي يصيفط لك الايميل غادي يقول لك نعم كاينه اياس وكاينه نو، نعم لا. يمكن انت ضربتي على ديك نعم، ديك نعم يمكن شي حد خاد لك القناه ديالتك، يمكن شي حد خاد لك القناه ديالتك وبدل جيميل وبدل باسورد ولا هو كيستعمل القناه ديالتك، هو اللي كيتخلص. انت خدام عدو بحال اللي خدام عدو عطاش خدام عدو كيتخلص هوايا، هادي في حاجه اخرى هادي. اما تقول لينا كيجيب لك الفلوس اللي كياخد كيجيب لك انت، ما هادي ما كيديرهاش حتى حد. الا كنتو متفقين ما عندكم ما تصوروا منه، لانه هوايا طالع لكم للسماء، هو طالع للسماء لان عارف راسو متاكد 100% هاد مصطفى يد الله يد قدام. ما عندكم ما تاخذوا منه، إلا كان لاعب شي لعبة وكان نصاب محترف هذا يقدر، لك كان نصاب محترف هذا يقدر ينصب على البنوك كاملين، يقدر ينصب حتى على الناس اللي شاد لهم القنوات ديال. بغيت غنعرف لاش كان لاش شاد، بغيت ما فهم هذه ما فهمتهاش أنا، لاش كتعطيو القنوات ديالكم للناس؟ واش أنت ما عارفش تخدم القناة وما عارفش تدخل اليوتيوب؟ ما نديرش قناة، ما ندير القناة حتى نكون كنعرف، ما نعطيش أسراري للناس. إلا ما كانوش ولادكم أولا شي حد من العائلة كونفيونس تيق فيه، انا باش نوض نعطي قانتي لواحد براني وانا لاش خدامه فيها باش هو غادي يجي ياخذ ليا النص 50-50؟ واحسن ليا نمشي نجلس في داري، لاش غادي نحل انا قانا؟ علاش غنمشي نحل انا قانا؟ علاش غادي نعطي واحد الانسان يزبط لي قانتي قادها ليا ما قاداش عليها ما نصوبهاش وما نديرهاش ما نديرهاش؟ وانت منعم غتكون انت غبي ولا بغيتو تستحمروا المغاربه اللي جاليه؟ راه حتى حنا عندنا الاكونت ديالنا في المغرب، ما عندناش الكارطه ولكن عندنا الكتاب. ملي كنمشيو للمغرب كنبغيو نخرجوا الفلوس كندخلوا للكيش كندخلوا للداخل كنعطيها الكتاب ديالي كنعطيها الباسبور كتخرج ليا البركه اللي بغيت. باش تقول للناس الكارت لا كارت ناسيونال ديالك كتخرج بها الفلوس؟ اما كناكلوش تبن، ما كناكلوش التبن، كناكلو الخبز، كناكلو الخبز. ف
هامتو يا الجاهلين، يا اللي كطلعوا لينا كناخذوا البانين، حنا اميين حنا جاهلين، القانون لا يحمي المغفلين، لا جاهل ولا قاري. فهمتوا الاغبياء؟ فهمتوا؟ الا كنتو بغيتو تنصبوا على الناس نصبوا بطريقه اخرى، لان هذه النصبه دارتها مريم قبل، دارتها مريم قبل. فهمتوا الاغبياء ديال بصح؟ فهمتوا الجهلاء؟ طلعوا قولوا للناس الحقيقه، ما طلعش قول لنا انا امي انا جاهل ما قهريش، طلعوا قولوا للناس الحقيقه، طلعوا فسروا للناس اشنو هادشي اللي كديروا. فهمتوا؟ اللي ما قاريش ما يدخلش اليوتيوب.